تظن تيت ما عاتين تا تيت هذا الركن الاسلام افلك وريسك دوب كرانيا هاني حضيع تظنيت هاني ضيع دينك هاني حضيع تظنيت هاني تبيت العلاقه لك ضربي هاني وراك يسن ربي وتسنت هاني انت تيت فتظنيت هاني تيت تيت نفتا غرس الجند هاني حتمت تراد الزلات هاني تليت حيا الخطر عظيم دغيا المعنيات كله اللي نيحتي لا حلايات كورني لا حديث كوتني يعني في حياه الايه ولا سنه الايات ديال سين لا حديث ما ان ربي سبحانه وتعالى حصورة مريم اللي يبدر لها نبيا يبدرتن كله يبدر الصفات نسنينا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فخلف يعني من بعد غير واش كانت كران يا الجيل يضني اللي يفسدن لي الكوكنين في الدين ما تقال المصيبه اللي ستني وصف لي زوارن اضاعوا الصلاه ضيع تظليت ما ين سيدنا ابن مسعود هناك اضاعوها ليس تركوها بالكليه ماشي وجنوا تظليت رد الظلان وهو اخروها عن اوقاتها انك ارتجن الفجر تغليد فوق الظهر ديمون العصر والليله ما تنتسمون غادي تهدد جهنم ما غولي كوري الظلان والمصيبة ضنيني قد ولد ظلانين إن جسن ربي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هترد ظلانين المصلين يا ولكن ما يقال المصيبة نسن سهان افتظلت نسن ورس ستاوين حلوق أرقس تلعاب ورس ورد تهلون حتى هارنس ورتي ديوين غكليس يوم ربي ديت جهنم أرتن سقسانية الجن أرتن تنين ما سلككم في سقر ما يقال المصيبه اللي تسكر ما ليحتكش من جهنم سقر يقال سميت جهنم المصيبه اللي زوار المستيقان قالوا لم نكن من المصلين ناس ورتين كرن تزلى اذا يخص السنت اذا تظليت انت تيقال العمود الاسلام قال لي النبي عليه الصلاه والسلام العمود الاسلام يعني البودره اللي يسير غيطون حتى الزمت ماشي زون تلقى عياد غيطون اللي تقان غيكا انت فات حتى الزمت يا عمود عمودا اللي قد تظليت يحتحيت عمودا اللي ضروغيطون يوم زكال إذا أنت ظليت هذا أنت تيقال المفتاح السعادة حد دنيت ولا الآخرت يكتي النبي عليه الصلاة والسلام يحضر كرا الهم كرا المشاكل أريتيني سيدنا بلال أرحنا بها يا بلال ودن باش نسنفو شوية ودن باش نرتاح دا مسلم هاتي ما يمكنش أي تخيل الحياة الناس بلا تظليت تظليت أنت تدرتي كان كل شيء والله بلا غسلي تلقى واحد يا ورقة زار نسوال في الأمور اللي بنج دبنا مليك الشمس الغيبوبة عرفتو العقل نسوى الرسول يتحضر اللي مستشفى يغيب انت يعيش السول رحت لقيت ولكن يكشمح الغيبوبة إن ياك يا ورقاز العائلة نزل يكشمس الغيبوبة هادو كانت لك من وقت نزليت اريد تدان وعليكم السلام ورحمة الله هادو كانت لك من وقت نزليت هادي انت اللي الغيبوبة هادي السوال والو ري حاضر قالت لكم لوقت نزليت الله اكبر الله اكبر علاش اشكون قلب نص يتعلق استظليت ويصن لوقت نز انت نهتي وراك زندي كان يعني بنا ريت تدان حلوقت كي قالت لوقت نزليت يدن ديال السيده ضني بنجنت اللي عندي نكره على بنج سكن العمليه الناس انه طبيب ما تينيح اللي الناس ملي بنجناك كتقول لنا وصليت العشاء وصليت المغرب وصليت الفجر واش ودن واش غاينا الا نحل خاطر النص كراني نضني راه تي انتفات حل بن جريتيني قال المصيبه ضني وري حاضر دخل المجلس تسكر هو ولي خشن اذا انا يتما هاتي تظليت انت تي قال الروح للاسلام انت تي قال الفرق بين مسلم دو نوري قال مسلم هاتيني النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاه داريتيني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر